مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء الجميلة والرقيقة في النطق، ومع جمالها ورقتها إلا أنها من الأسماء الراقية في معانيها. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم نورهان. نورهان اسم علم مؤنث من أصل تركي عربي مركب من اسمين، وهما نور بالعربي وهو شعاع الضوء والضياء، الإشراق واللمعان وبريق الأشياء، حسن النبات وطوله، السمة والعلامة، الأمارة والأثر، أثر الصلاح والتقوى على الوجه، وما يري الأبصار حقيقة الأشياء. وهان هو اسم تركي مغولي يذكر ويؤنث ويطلق على الملك أو الأمير، أصله خان، والعثمانيون يلفظون الهاء خاء، ونورهان تأتي بمعنى حسن الأميرة ولمعانها وإشراقها، المتصفة بسمات الملوك والأمراء. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة نقية القلب وطيبة، تسامح بسرعة عمن أساء إليها، رحيمة على المحيطين بها حين يحتاجونها، تتصف بالدلال والرقة المرغوبان في البنات، لديها ذكاء شديد وبصيرة نافدة، منفتحة على الآخرين وتمتاز بقدرتها على جمع المال، لا تقبل ما فيه إهانة لها أو انتقاص من قيمتها. وهذه بعض الأبيات الشعرية. في ضوء القمر نورهان تشرق كنجمة تلمع في سماء الأفق، بجمالها تزهو كزهرة رقيقة تأسر القلوب بأنوارها الساحرة، عيناها كلثوم الصبح تشرق تنير دروب الظلمة ببصمتها، وصوتها كنغمة عذبة تهز الأرواح، تملأ الكون بنسيم الأمل المفرح. في عالم الحب هي البداية والنهاية، ولا يكتمل العشق بغير نورهان في القلب. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم نورهان؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.